يلا إيكيم، بدك تضلي قلبة وشك. حكينا مع السيد توحيد وقال لك شغلك جاهز. بعرف بس هالشي كتير منيح، بتصيري بتساعدي أمك وبتستأجروا بيت أحلى وأكبر. الشغل بيغير حياة الإنسان صدقيني. يمكن أنا متضايقة لأني مو حابة انتقل لأي مكان. طيب ليش؟ بصراحة أنا بحب بيتنا كتير، يعني طفولتي كلها فيه وذكرياتي أنا وصغيرة. بحس إذا رح أترك هذا البيت رح أخسر كل ذكرياتي وأيامي الحلوة فيه. أنت ليش حاطة ببالك إنه البيت الجديد ما رح ترتاحي له؟ لأنه حياتي تغيرت كلها بعد الحادث. ليلى كانت تحب بيتنا كتير، كانت تحبه أكتر مني كمان. ليلى رح تحب بيتكن الجديد كمان ورح تنسوا كل شي. ما بعرف، خايفة، راسي مشواش كتير. إيكيم حقك، المصايب كلها إجت ورا بعضها، بس إذا عن جد علاقتكن قوية أنت وليلى، شو ما حاولت تعمل ميليسا مستحيل تقدر تشوش عقلها. هلأ ولا بعدين رح تنحل. الشي اللي بيشوش عقل ليلى مو ميليسا، وانتي بتعرفي ما كانت. إيكيم انا اول حدا نبهك وبعرف انتي شو بتقدري تساوي، بس ما بدي اسرو عليكي بهي الطريقة. ما بصدق انه البنت انتحرت بسبب كانت، مستحيل. بتمنى يكون حكيك صح. ايه آنسة إيكيم، يعني ما بدك تعزمينا على شي نشربه او شي حلو حلوان الشغل الجديد؟ بل ورح اخذ لامي كمان. ايه يلا لك. بعد عني ولا تلمسني، روح. لا ما رح خليك تطلع لعنده. رضا امي رجلك كانت. لا لا بترجاك، لا بعد عنه. شو بدك تعمل؟ شو بدك تعمل بالسكين؟ يلا قرب من شاء الله. بعد عنه ابني. إذا خبرت ليلى بالحقيقة، ساعتها أنا رح خبر أبي بالحقيقة كمان. أنا بموت فيك كانت، كتير بحبك، واثقة أنك رح تعمل كل شي صح بالوقت الصح، ومشان إيكيم كمان. خير إلي، شو الموضوع؟ إيكيم أنا بعرف إنك مو حابة تحكي، أنا بس بدي تسمعي هالكلمتين. ما بدي تحكي ولا كلمة، بس اسمعيني. كنت عم بلعب مع جدي بهداك اليوم، وكنت وقتها عم بركض، كان عمري 5 أو 6 سنين، كنت ولد صغير وقعت. ما بتذكر ليش كنت عم بركض وقتها، بس بتذكر إنه كان أول يوم بحس شو يعني وجع. ركبت انجرحت وصارت تنزف ونزل كتير دم، وكنت كتير موجوع. جدي نظف لي الجرح وعقم ولف لي، قالوا لي إنه بطيب بيتعافى مع الوقت، وقالوا لي خلص ما رح تتوجع أبداً بعد هلا. بس كان كذب. ما صار مثل ما حكوا لي. أنا هلا عم بتوجع، بس وجعي ما عم يطيب. مع إني ما وقعت، لكن ما فيني شي عم ينزف بنوب ولا في جرح بركبتي حتى، بس أنا موجوع كتير إيكيم. إيكيم ما بعرف شو أحكي، بس أنا كتير مخنوق وقلبي محروق عم يوجعني. ما عم بتعافى. Ağlatmayan Sinsi bir oh
بيوك بويا أنا بحبك يا أخي وأكثر حدا بالعالم كله. كنات أنا كتير بكرهك. أنت ابني وأنا ما بقبل أنك تكون بكل هاي الطيبة. آخر مرة بشوفك ماشي مع واحد من هدول الشباب. ليش عفوا قانون المدرسة هيك بيقول؟ لا عشانك. يا الله كانت انتبه رح نوع. بعدك إذا ما رح تضلي خايفة رح يكون كل شيء سهل بحياتنا. طمني كيف صرت بكر؟ يا جماعة شكرا كتير على جيدكم، عن جد عذبتكم معي. ابني الله يحميكم، انتو الشباب طايشين بس انتبهوا على صحتكم شوي. والله انبح صوتي وانا احكي معه، دير بالك من هذا البطيخ السكوتر، على مهلك انتبه، بس هيك دم محامي ما بيهدى ولا كأني حكيت شي معه. ما بيرد علي يعني، بس وعدني ما يصير هيك شي مرة تانية ورح يصير زلمة ما هيك؟ يخلي لي هالشب الحلو أنا. يعني والله لو بعرف اني محبوب هيك عند الكل كنت من زمان عملت حادث وفتت على المشفى لشوفكم حوالي. يا الله حبيبتي وين كاس الفواكه؟ ليكن حطيتهم هنيك، جبت لكم معي فواكه كرمال ياكل ويتغذى، وجبت معي شوربة دجاج من البيت خليه يشربها. تمام. هي الشوربة امي كتير مشهورة فيها. عائشة ليش هيك عملتي وجعتيني ولو؟ انتبهي شبكتك انت ثانية سكوت. إذا الضربة من عائشة فنيالك. عن جد شكرا كثير لك يا خالتي، والله يعني مالنا غيرك. هلا بس تروحوا هالدب رح يوصلكم. ماشي تمام خليل. تمام. طمني عنك استاذي. شكرا كثير لجيتك، ما كان في داعي تعذب حالك هيك. معقول الحكي؟ انت طالب عنا ومثل ابننا وما منتمنى يصيبك الا كل خير يا ابني. سليمان بيك بيوصل لك سلام وبيتمنى له الشفاء، وأنا وصلت الرسالة. إيه والله شكراً كتير. أنا صار لازم خفف عجلك كان. يلا طيب بسرعة مشان ما تتأخر بدرسك. أنت بتأمر أستاذ، شكراً لألك. العفو معافى. لكان أنا رح رافق الأستاذ على الباب، تفضل. عن جد شو محترم هالزلمة. ياكولا بدي تخبره لمعلمك سليمان بما انه بلش الحرب وتجرأ يتمادى ويكب سمه كلياته على اخي، فينتبه كتير على حياة بنته. عم تفهم حكي منيح ولا عيد؟ وصل له حكي حرف حرف. انت مو عارفان مع مين هالآن يا سيد خليل. روح من وشي بلا ما ابتلي فيك. هلا روح، لانه اذا بتضل شوي كمان قدامي بجنه بعملها. أهلا وسهلا فيكي، شرفتي. شكرا كتير. أهلين حبيبتي ميليسا، شو هالمفاجأة الحلوة؟ أهلا وسهلا. شو كيفك اليوم؟ جربت الحلو اللي علمتيني إياه وقلت خليني دوقك وأخذ رأيك فيه، وبابا مو بالبيت مليت لحالي. حبيبتي أنا متأكدة إنك كتير طيبة، شكرا كتير إلك يا حلوة. زليخة ممكن تاخديها من إيدي؟ فوتيها على المطبخ وعطيه خبر لكانات ينزل لهون بسرعة. شو رأيك أنا أطلع فاجئه؟ مثل ما بدك. يلا تفضلي حبيبتي. تمام. Thank you.
أعطيني إياها لشوف. ميليسا أعطيني إياها. لا ما بدي. يلا. ما بدي. تعال خذها أنت. له. ما رح تعطيني إياها؟ لا ما رح تأخذها لأنه ما بدي شيء لهيك عني. قل لي إنه رح تضل تحبني لآخر العمر. ميليسا انت شو جابك لهون؟ نحن ما حكينا على الموبايل؟ حكينا بس حبيت اعمل لك اياها مفاجأة. كانت انا ماني غبية وانا حاسة على كل شيء. انت حاسة على شو ميليسا؟ حاسة انك عم تتهرب مني كل ما يصح لك. خبرني سبب وريحني بقى. بما أنك فهماني كل شيء معناتها ما في داعي خبرك. قصتنا مو ظابطة. طيب حبيبي أعطي علاقتنا فرصة أخيرة. أنت ما اشتقت لي يعني؟ مو متذكر شو قلنا ذكريات بهالغرفة سوا؟ حابة ارجع عيد كل هالذكريات هدول. الذكريات راحت ميليسا. ماني قدران بنوب رجع شي مثل ما كان قبل ما يصير الحادث. انت حاطط الحادث حجة كرمال إيكيم مو هيك؟ قليلي شو دخل إيكيم هلا؟ بلا تخبيص ميليسا. تمام حبيبي خلص ما في داعي تعصب. ما بدي اياك تتضايق مني. أنا بس بدي ساعدك مو أكتر. ما عاد رح أحكي أي شي. خلص أقعد. بعرف إنه أنت في عندك كتير معجبين بنات على الإنترنت وفي بنات كتير ممكن يحلموا فيك ويحبوك مو مشكلة، بس الحمد لله هن بيعرفوا لوين حدهم بالحكي معك ويلي ما بتعرف أنا بتصرف معه. يعني لنقول إيكيم مثلا. يكفي بقى ميليسا، خلص حاجة تصفي حكي فاضي. ما عاد في شي يجمعنا. انتهينا وما راح اتغير. لو سمحتي بتمنى تتقبلي هالشي. اتقبل هالشي؟ برأيي انت تقبل يلي رح يصير. انت بتعشق إيكيم اصلا ولهذا السبب بالذات مو قادران تكون معي مو هيك؟ كانت احكي اي شيء. احكي ليش ساكت بترجاك؟ قول اي شيء. احكي يلا بترجاك لا تضل ساكت. ميليسا انا حكيت اللي عندي وبس. كيف كيف انتهينا ميليسا؟ ميليسا حبيبتي خير؟ شو صار معكم؟ ميليسا بارده المي؟ ايه شوي. ايه منيح. بارده كتير.
يلا واحد اثنين ثلاثة. ما صار الوقت المناسب لحتى نعطي بعض أرقام موبايلاتنا؟ يعني مو صار الوقت المناسب لنعطي بعض أرقام موبايلاتنا؟ أنا برأيي مبلا، رح أبعت لك رقمه لأخي. مين بيعرف؟ بركي حبك أنت كمان. إيكي معلش تضحكي؟ كأبتيني وأنت هيك من وش الصبح. شو أعمل هازال؟ مو بإيدي، في براسي ألف قصة وقصة. طيب تمام، منحل كل القصص بعدين، هلأ خلينا نحتفل. تحتفلوا؟ بشو بدكم تحتفلوا؟ أنا رح أشتغل، والراتب ماشي حاله يعني. مو معقولة أنتي، ما رح أقبل بهالشي. أمي نحن حكينا من قبل، ما هي؟ إيه حكينا، بس ما توقعت تكوني جدية بهالموضوع. الدراسة والشغل الاثنين مع بعضهم كتير صعبين عليكي. أمي الحياة صعبة على كل الناس، عليكي وعلي وعلى هازال. الكل بيشتغل أمي، وأنا بدي أشتغل. خالي هي رح تشتغل معي أساسا. وإمتى وقت شغلك؟ دوام جزئي، وما رح يأثر على دروسي، بوعدك. وعد؟ وعد أمي. تمام موافقة، بس إذا عرفت أنك مقصرة بدروسك رح تتركي الشغل، تمام؟ تمام تكرم. استني شوي، وقت التحلاي وأكتر طعمة بتحبيها ليمون مع فريز. حبيبتي إكيم، أنت لساتك صغيرة على الشغل. أمي تمام، متفقنا من شوي. تمام وقت التحلاية هلأ. يلا يا جماعة خلونا ناكل قبل ما تدوب البوزة على الآخر. تمام أنا رح بلش، هات لندوق. شكرا كتير على هالنهار الحلو. تكرمي، بس بتعرفي ما؟ بعرف، ما بدك حدا بالمدرسة يعرف باللي عم يصير بيناتنا. ما أحسنتي، أصلاً أكتر شي بحبه فيكي هو ذكائك يا حلوة. لا تنسى تتشكر لي أمك أوزان، اتفقنا؟ تمام. مساء الخير ميليسا. تصبحي على خير. وانت بخير. كرمال هيك معناك فاضي ترد على تليفونك؟ كنا عم ندرس. مع نازلي؟ أي شخص بيحتاج لمساعدة بيجي لعند أوزان. أنت ليش زعلانة؟ استني شوي، خليني أتوقع. كانا ماشي، خلينا نفوت نحكي جوا.
استاذ سليم، انت كأنك متوتر زيادة عن اللزوم، يعني اهدى شوي، شو صاير معك؟ متوتر؟ شو يلي خلاك تحسي اني متوتر؟ يعني لأنه من أول ما اجيت وانت متلبك وعم تبرم وتفرك بإيديك. اوه انت تركيزك رهيب. يعني بصراحة ايه، بس كون متوتر بصير بحرك بإيدي هيك. مدري فيني قلك شي؟ شو رأيك انه نبطل نحكي مع بعض هيك برسمية؟ موافقة؟ تمام موافقة استاذ سليم. سليم. تمام سليم. ضلت اللافتة. ايه اوكي يلا نعلقها، خليني ساعدك. تمام. وقفي وقفي بنتي بس شوي. ستي خنقتيني وما زبطت. ايه بنتي ما عم بقدر اشوفها منيح، شو ساوي؟ هلأ بخلي حدا يربط لي اياها. منيح. ستي شعراتي زابطين؟ ايه زابطين زابطين. وشو فيهم من ورا؟ حلوين اكيد. حبيبتي انت من دون شي قمر، يعني ليش ما عندك ثقة بحالك؟ ما عم بفهم انا. تاخدي العقل، انت كتير حلوة. ميليسا تأخرت. معقول تكون نسيتك؟ مو معقول هالحكي ستي. وبعدين كيف بدنا نعرف كيف صار؟ ما بعرف يا الله شو خفت. كنت خايف أول شي تكون ميتة، بعدين لو صاير معاه شي أكيد كنا عرفنا. ما فيني يكون بهالبرادة اللي أنت فيها. اهدوا وطوا صوتكم، عم تفهموا علي؟ حابين تعرف كل المدرسة يعني؟ انتو عن مين عم تحكوا؟ مين هاي البنت بقى؟ ما في شي لا تشغلي بالك، كنا عم نحكي عن فريحة ما شفناها. صباح الخير. صباح النور. قلت لي فريحة؟ ومينها؟ عادي مو كتير مهم. صباح الخير ميليسا. صباح النور. وينهم الشباب؟ ليش الصف فاضي هيك؟ عن جد ليش هيك الصف؟ بعد شوي منعرف. طلعوا على اللوح. ما بعرف هلا منشوف شو بيصير. لا طلعي ليش قاعدة بالصف هيك؟ شوفي شو الموضوع. عن جد ما بعرف. اكلناها. شبه المدرسة غريبة اليوم. صباح الخير يا شباب. استاذ اسف بس ناوي تحقق معنا؟ هيك مبين. بصراحة إيه، حابب نعمل شي جديد اليوم. رح يكون درسنا عبارة عن لعبة بسيطة، عنوان درسنا هو الاستبداد مثل ما شايفين. رح أفهمكم كل شي ونحن عم نلعب هاللعبة. يعني هلأ بدنا نحاول نجسد معنى الاستبداد. كرمال هيك رح نحتاج 3 أشخاص منشان تكمل اللعبة تبعنا. مين بيحب يتطوع؟ مو حابين؟ لكن أنا رح أختار منكم. ميلي بتحب تتطوع؟ أنا ما فهمت. إيه بتطوع أستاذ. تعال. جان بتحب تتطوع معنا كمان؟ أوزان تعال، أنت المستبد الثالث. رح أقبل بس كرمال فضولي أستاذ، وإلا مكانتي ما بتسمح لي بهالشي أبدا. الممثل الشاطر ما لازم يرفض أي دور. تمام. وهلأ بدنا واحد يمثل دور المظلوم، مين حابب؟ الحلم يلي ما رح تحققه بحياته جاي تمثل هالدور وتحققه. تفضلي تعالي أمينة. وهلأ ضل بدنا بس محامي دفاع عن أمينة. أستاذ أساساً هي في عندها محامي. إكيم تعالي إكيم.
استاذي هيك مو عدل ابدا، وانا كمان بدي اوكل محامي. اي معك حق، كلامك مزبوط، ومنشان هيك نقي محامي من رفقاتك. من لسه الحلوه، انا متاكد لو شو ما كان الموضوع رح تدافع عني. اكيد طبعا. شو السيناريو استاذ؟ شو الحوار يلي بدنا نقوله؟ لا ما في سيناريو، شغلنا ارتجالي، ما في داعي اصلا، لانه اساسا كل واحد فيكن عاش هالتجربة. انت واحد مستبد، وانتو كلكن رح تحكموا بالعدل ورح نقبل الحكم، اتفقنا شباب؟ جيدة راسي عم يوجعني كتير، يا الله اعملي لك شي شغلة، كتير موجوع. ليش ما بتجربي تعبطيني وتخليني اركي راسي على كتفك؟ جربي بلكي هالشي بريحني. تعا قرب اذا بترتاح، بس اوعك تنام وتصير تشخر. تعرف شو احلى شغلة حبيتها فيك؟ انك ما بتشخر وحدا لطيف بالعموم. جيدة بالله عليك عدي لي شو المواصفات اللي لقيتيها فيني. عن جد بكر، ليش كل شي بتاخده بمسخرة؟ جاوبني، يعني انت تقتل كل لحظة حلوة رومانسية. لك يخلي لي جمالها لحبيبتي المعصبة. فيني قلك شي هلا؟ الحب الحقيقي ما بده مواصفات، بتعرفي هالشي مو؟ بعرف، واكتر شي بعرفه هو يوم حبيتك وطلع ما فيك شي من المواصفات. اي اصلا انا بنحب من اول نظرة. غليظ. اخ اه جيدة اه اسفة. انت منيح؟ اه جيدة شو عملتي؟ شو هلا انت؟ وجعتيني كتير. لا تزعل مني، اسفة. تمام بوسيني بوسة بلكي بطيب. يلا بكر أنا موجوع، يلا بوسيني على السريع بلكي بيطيب الوجع. ايه عزيزتي أمينة، لنفرض مثلا تعرضتي للتنمر، فيكي تحكي لنا شو صار معك؟ هالشي شو خلاكي تحسي؟ كان شعور كتير بشع، خفت كتير. ما خبرتي حدا أبدا؟ لا ما حدا عرف، لأني خفت. ليش؟ خفت يكرروا القصة. ماشي، وهلأ منجي لعندك، ليش عملت هيك؟ ما عملت شيء، أنا بريء وما لي زم. تمام ابني، نحن عم نلعب بس، يعني هلأ صار دورك. برأيي يلي كان عم يتنمر قصده المزح، هدفه مو سيء، هو بس حب يتسلى. في مزح بهالموضوع؟ ما فيك تتسلى بمشاعر الناس. أنا بعترض، مو زند موكلي إنه هي شخص ما عنده روح رياضية وما بتلقى مزح. كلمة مزح بتنقال لما بيكون في شي بيضحك، مو إنك تكسري مشاعر شخص وتقولي هاد مزح. يعني لو ما كانت أمينة معقدة وبتاخد كل شي جد، كان ممكن تشوف يلي عملوه هو عن جد مزح. وحتى أنت ست إكيم، برافو. برافو ميليسا. بالنسبة إلي إني ضلت تعيسة وما أتسلى بشي أحسن ما أتسلى باستحقار الناس وكسر مشاعرهم. برافو إكيم. برافو عليكي. لو سمحتوا هدوء ولا تنسوا أنكم بالمحكمة. سليمان بيك، لا تواخذني بعتذر، بس أنا من مبارح عم حاول أوصل لك، في شي ضروري لازم تعرفه. شو هو؟ خليل جانن بعد اللي عملناه بأخوه بكر، وصار يهدد إنه رح يردلك ياها ويأذي بنتك ميليسا كمان. عم يهددني ببنتي؟ وانت شو عملت ها؟ أكيد حملت حالك وهربت، ما كان فيك ترد على هيك واحد مثله؟ لا والله سليمان بيك، ما كانت القصة بهالسهولة، هو حاول يضربني. انت مطرود، ما بدي واحد جبان ما فيني اعتمد عليه بولا موضوع. يلا نقلع من قدامي. معقول سليمان بيك؟ انا إلي عمر معك، تعبت بكل زاوية بهالمدرسة. شفنا لتعبك، كانت سيئاتك اكثر من حسناتك، وهالمرة تخنت كتير فكرك.
أنا ساعدتك أكثر بكثير من اللازم، وهلا ضب أغراضك كلها وانقلع. ما فيك تجمع كل الأغلاط اللي صارت معكم وتحطوها برقبتي أنا سليمان بيك. أنا نظفت وراكم كل شي وسخ عملتوه من جرائم ونصب، كل المصايب اللي صارت أنا نظفتهم عنك. ما بستاهل هالمعاملة منكم. شو يلي ما بتستاهله ولا؟ شو يلي ما بتستاهله؟ تعرف إنه كل شي صار بسبب تقصيرك أنت؟ وغير هيك الوسخ يلي عم تحكي عنه أنت إلك إيد فيه. هلا جاي تعطيني محاضرات عن أخلاقك ونزاهتك وأنت بلا ترباية. يلا نقلع من هون. ليش واقف؟ نقلع! يلي تعرضت له موكلتي واضح، تعرضت للتنمر القاسي من قبل هدول الأشخاص الثلاثة وأكثر من مرة كمان. لا ما بقبل هالاتهام بنوب، ما حكت شيء أمينة لتقوله أكثر من مرة. وأنا كمان ما بقبل. وأنا ما بقبل. عدوا لو سمحتوا، مو أنتوا يلي بتقرروا، رفقاتكم هنن يلي بيحكموا. يلا أقعدوا. أصدقائي، أنتوا بتعتقدوا معي إنه هدول المتنمرين أذوا إنسانة عن طريق حبسها بالخزانة؟ حكموا أنتوا، رأي الكل بيهمني. أصدقائي، قبل ما تعطوا قراركم لا تنسوا إنكم بتكونوا شاركتوا بالجريمة إذا سكتوا عن الحق. إذا ما رح تعطوا رأيكم أو أي ردة فعل، بالتالي إنتوا عم تشجعوا على هذا الموضوع. وبذكركم مرة تانية إنه ممكن بيوم من الأيام يكون حدا منكم ضحية للتنمر. لو سمحتوا قبل ما تعطوا قراركم فكروا بالحكي. تمام، كلكم سمعتوا الأنسة بهار؟ رح أرجع أسألكم، مين بيقول إيه؟ وبإجماع الكل استنتجنا أنه مذنبين. وهلأ بما أنه هدول الرفقات الثلاثة تم الحكم عليهم أنه قاموا بالتنمر، هلأ صار وقت القرار. شو بتعرف؟ شو؟ تمام أستاذ، ماشي. ما خلصت المحاكمة لسه؟ ناطركم بكرة الصبح قبل وقت الدرس بساعة منشان ناخد القرار سوا. استاذ ما بصير هذا القرار اليوم. شو ساعة عشان نجله لبكرة؟ استاذ خبرنا اليوم وريحنا من القصة. ما بصير. شو هالحالة هي استاذ؟ رن الجرس. ما بعرف. شو رأيك انت؟ تفضلي. هذا الغبي عاملنا فرجة للكل. ايه الفرجة مو للطلاب. ما شفته كيف عم يضحك لبهار؟ واضح إنه في بيناتهم علاقة. طنجرة لقت غطاها. إذا لسه واحد منهم بيفكر يتعامل معي بهي الطريقة رح علقهم مع بعض وخلي صواتهم تعبي المدرسة. شو بدك كانت؟ ألو إكين؟ أنا بالحديقة جنب المدرسة، فيك تجي لعندي؟ كانت ما فيني. معنستي راحت الظهر؟ برأيي فيك تهربي.
ليش ما عم تنزل على المدرسة؟ ما عاد رح انزل على المدرسة ابدا. ما عاد رح تشوفيني مرة تانية. بس في شي حابب اقول لك اياه قبل ما امشي. أنا بحبك إيكي. ماني مصدقتك. أنت كالعادة رجعت تكذب بكل شي بتقوله، وأنا مثل الهبلة جيت لهون لحتى أسمعك. إيكي. مو ضروري تصدق عيوني. اسمعي قلبي. ما بعرف. مو قادرة صدق. هالشي مستحيل. عزيز، فيني أحكي معك شوي؟ طبعاً، اتفضل اقعد. عزيز خير؟ شو صاير؟ أنسي، أنت قلتي بالصف ما بصير نسكت على الغلط. عشان هيك لازم خليكي تشوفي. ايه تفضل. عزيز، مين عمل هيك فيك؟ بهار تتصل بك. هاي ليش عم تتصل فيني هلأ؟ ايه انسى بهار. مرحبا سيد رضا، أنا الأنسة بهار من مدرسة ولادك. ايه عرفتك، كيف صحتك؟ لا تواخذيني لأني عم بلهت شوي، بس عم بركض. عادي مو مشكلة. فيك تجي على المدرسة بكرة الصبح؟ بدي أحكي معك بخصوص موضوع مهم. خير، في شي مشكلة؟ إذا بشوفك بيكون أحسن. مو بصراحة كتير صعب لأنه بكرة عندي اجتماع ضروري. شو رأيك نحكي على التليفون؟ قليلي، في شي مشكلة بخصوص الأولاد؟
ألو؟ كانت ممكن إنه يعنف أخوه عزيز؟ شلون يعني؟ لا، ما بتوقع إنه هذا الشيء ممكن. كيف يعني؟ سيد رضا، أنا شفت علامات الضرب على ظهره، هو فرجاني إياها. عزيز، أخوك قفل الغرفة على حاله كانت. ليش بقى؟ شو صاير خير؟ ما بعرف، ما عم بيقول لي شيء. بترجاك اطلع أنت وافتح حالي الغرفة إذا بتريد. لازم تطلعه من غرفته قبل ما أبوك يرجع. عزيز، عزيز، شو صاير؟ ليش قافل الباب؟ عزيز، عزيز، أبوك رح يجي وبتعرف شو رح يعمل. افتح الباب، إذا صاير معك شيء اللي بلكي بساعدك. يلا عزيز افتح الباب. عزيز افتح، افتح الباب. إجا بابا. وينه عزيز؟ ها؟ وين بده يكون؟ يعني أكيد بيكون بغرفته. بعد من وشي، بعد من وشي. عزيز افتح الباب، لا تخليني اكسره. عزيز، بابا شو صاير؟ ليش معصب لهالدرجة؟ خليه يطلع ويخبركم شو عامل. افتح الباب، عم بقول لك افتح. امي انت انزلي لتحت او اطلعي لبرا. عزيز لاخر مرة عم بقول لك افتح الباب واطلع لبرا. يلا عزيز لا تخليني جن، اطلع لبرا. تخليني اكسر الباب، عم بقول لك افتح. عزيز افتح الباب بسرعة. عزيز انت شو مفكر قادر تضحك علي؟ من كل عقلك عم تحاول كمان؟ ما عاد فيك تلمسني من هلأ ورايح بابا، لأني خبرتهم بسرك. ما فيني ألمسك مو هيك؟ حبيبي كفي، تركني لو سمحت. عني خلص اهدأ. عجبك شو عمل معي هذا الحقير؟ شوي عمل لك، فهمني شو صاير. عجبك شو عمل معي هذا الحقير؟ ما عاد فيك تلمسني. خليني اخلص منه. ما عاد فيك تلمسني. بابا بترجاك اهدى. لازم اخلص منه على الاخير. قلت لي ما فيني المسك مو هيك؟ لكني عم بلمسك، عم بلمسك انا. خلص بقى. انا فرشيك، مفكر حالك انك ربحت اللعبه؟ اه فرشيك تلمسني. يلا بعد عنه، بعد عني. يكفي بقى بعيد. أنا فرجيك يا واطي. الله ورجيني لأشوف بابا. بابا بعيد، بابا بعيد عني. بعيد. خلصت بابا، انتهى كل شيء هلأ.